السلام عليكم وسهلات، مرحبا بكم في لاشين دي غازيل. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تلقاكم وانتم بخير وعلى خير. وقبل ما نبداها غادي نقول لكم بربع بشركم، الله يدخل عليكم هاد الايام هادي المباركه بالصحه وبالسلامه وبطول العمر. هاد الفيديو هذا غادي نبقاو غير في الدار، غادي نبارطاجي معكم الفطور ديالي الغداء ديالي، وكذلك ماما غادي تورينا واحد الطريقه كيفاش تنعلبوا ولا تنحتفظوا بالفلفله حلوه تبقى عندنا مده طويله، وحنا الحمد لله على ابواب شهر رمضان غادي نحتاجوها بزاف. كذلك غادي نتقاسم معكم انا مجموعه ديال المشتريات اللي وصلوني من الموقع الاسيوي نيوشيك. درت هاد البلبوله هادي ديال الشعير، هانتوما هي درت فيها هنايا زريت الكتان الحبه السوداء بزاف دوك العشوب ولا دوك الزرارع اللي تندير في الخبز هما اللي تنسمهم بها، تتجي لذيذه بزاف بزاف. ملي تتقرب الطيب تندير فيها الحليب وشويه ديال الزعتر وشويه ديال المهم دوك ماشي السالميه، المهم بحال ما بقى دوك الاعشاب تيكون عندي مدقوقين تيعطيو فيها واحد المذاق رائع بزاف. هانتوما راه هنايا فيها الحبة السوداء، فيها زريعة الكتان، هنايا النافع، بزاف ديال هاد العشوب هادي تتجي لذيذة بزاف بزاف. ها هو النافع، هذا النافع بالحق انا ما تنشربهاش، ما عنديش معاها ما تناكلهاش بزاف، ماشي تلهيها انا وياها ناخذ منها غير شويه صافي. بحال ما بقى مع التمر يا سلام، ومع زيت الزيتون، راكم عارفين زيت الزيتون ديال العطاويه هو اللي كاين عندنا، صافي واحد الاكله لذيذه. وبالنسبه للطياب ديالها تيكون على نار مهيله، وتنستعمل ليها هاد الحديده هادي اللي تكون تحت الطاجين هي علاش تنطيبها. هانتوما معايا لذيذه بزاف الفطور. دابا نحطها بحال ما هكا الفطور مع التمر وزيت الزيتون من الفوق. وهنا من بعد ما فطرنا باش نبارطاجي معكم بعض المنتجات او لا بعض المشتريات اللي اختاريتها من الموقع نيوشيك، هو موقع ازياتيك، سي لا بروميير فوا اللي نتعامل معاه. عطاوني واحد القسيمه شراء تقريبا بحدود 500 درهم، اختاريت فيها هاد لي زارتيكل هادو. انا غنوريكم اشنو اختاريت. نتمنى ان ذوقي ينال اعجابكم وغادي نعطيكم الراي ديالي الصريح فيهم. اول حاجه اللي غادي نتقاسمها معكم هي هاد الشال، هذا فيه واحد شويه ديال الهدب هنا في الجناب هكذا هكذايا. هانتومايا فيه هاد الوريضه هادي في واحد الجهه، رائع بزاف بزاف. فنيون التوب ديالو خيط، توب خيط كبير. هانتومايا شوفوا قداش كبير 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 بزاف وصيفي. هانتوما يشوفوا شحال حل كبير، وفيه هاد الزواقه هادي بحال ما هكايا، ها هما اللوينات ديالو، ها هو التوب كيفاش داير وصيفي. زعما صراحه انا عجبني، انا هذا اختارته ماما هي اللي اختارته، بغاتو لواحد جلابه عندها، نتمنى انه يجيها معاها. هذا هو اول ارتيكل نوريه لكم. ثاني حاجه غادي نتقاسمها معكم هي هاد الساعه، هادي هي ساعه رجاليه، اختاريتها انا الاخ ديالي لانيفيرسير ديالو قريبه وبغيت باش نهديها ليه، وعجبتني بزاف بزاف بزاف. لاكاليتي ديالها طوب صراحه، ما كنتش متوقع ان لاكاليتي ديالها تكون بحال ما هكايا، لاكاليتي ديالها طوب. ان شاء الله غادي ناخذ واحده اخرى للزوج ديالي حيت فريمون عجبتني. هانتوما شوفوا كيفاش دايره، هي الشكل ديالها كيفاش داير. هانتومايا فن، زعما انا صدماتني لاكاليتي ديالها، ما كنتش متوقعه انها تكون بهاد لاكاليتي هادي، رائعه. ان شاء الله غادي نعاود ناخذ وحده اخرى للزوج ديالي حيت صراحه عجبتني. كان هذا هو ثاني ارتيكل. ثالث ارتيكل هو هذا الساك، هذا خديته ليا انايا صراحه هو زوين. هانتوما يا عنده هذه السمطه هذه تيتهز، هو الشكل ديالو بحال ما هكا،
هذا هو الشكل ديالو هكذايا. راه كنعرفين حنا الامهات تنبغيو بحال هاد لي ساك بحال ما هكايا اللي يهزوا لينا شحال من حاجه لوليداتنا، نبغيو نهزوا لهم كدا شحال من حاجه يكون عملي ساك كدا كبير او ميم طون عملي. وليه هاد السنطه هادي بحال ما هكايا ممكن تهزيه، المهم تهزيه بحال ما هكايا على جنب. وفيه هاد الشيب هذا من هنايا، هاد الجيب هذا هنا التوب ديالو بحال الجين، اختاريته انا في هذا اللون هذا في الكرونه. فيه كذلك جيب من هنا من اللور، فيه كذلك هنايا واحد الجيب صغير، وفيه هنايا فين تخشي بورطابل ولا شي حاجه. صافي صراحه صافي غزال زوين، غير هويا تلاقيت دي ديتاي بحال هكذا ما مفينيش مزيان. ها نتوما بحال هنا، ها نتوما هي بحال هكذايا، تلاقيت هاد التشينتيفات هنايا غير في هاد البلاصه وما عاد فشي بلاصه اخرى ما عرفتيني هيايا. المهم صافي بحال هادو، هادي واقيلا وحده ولا جوجات اللي لقيت فيه. انا كنت حايره ما بين مجموعه ديال السيكان، لكن ماما قالت لي خدي هذا، قالت لي تيبان زوين في الشكل، داكشي علاش خديتو. زعما الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه هو انه ماشي تيبقى بحال ما هكا عامر كذا، دغيا سميتو خصك ضروري تكوني معمره عاد باش يبان يعطي الشكل ديالو، فهمتوني كيفاش هكذا، حيت هو في الصوره تيبان واقف تيبان زوين تيبان هذا اللون هذا ماشي هكذايا. شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، اللون بحال ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، بحال ماشي كرونه خارجه ديك الكرونه 100%. وفي الصوره بان ليا هذا في الكحل، هاد السميطات ديالو كحلين، مي ماشي مشكل حتى هكذايا زوين. نتوما قولوا لي الراي ديالكم كيفاش داير. ما كنتش متوقع انه يكون اللون ديالو بحال ما هكايا، كنت متوقع انه يكون اللون ديالو وكرونه مغلوقه، حيت عندي واحد الجلابه في الكرونه قلت زعما كاين باش نبقى نهزو معاها. لافونتاج اللي فيه هو انه ساك سبورتي مع جين مع لي زيسبا بحال ما هكايا تيجي معاه زوين. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه هو انه خاص ضروري تعمريه. هانتوما شوفوا دابا ما عامرش تيريب تيطيح، خاصك ولا بدا تكوني معمراه باش يبان الشكل ديالو. احنا العيالات ضروري تنزلو شحال من حاجه. بالنسبه للي بغيزون ديال هاد لي برودوي هادو، انا وصلوني في دي اش ال، وصلوني تقريبا في اسبوع، يعني انه في اسبوع وصلوني مفرقين كل ارتيكل بوحدو. زعما عجبني انه دغيا وصلوا دغيا. صافي هذا هو، هادو هما لي بياس اللي اختاريت، نتمنى انكم تعطيوني الراي ديالكم فيهم. انا صراحه اللي نكونفيرمي لكم هما هاد لي شال هادو، وخذوا منهم كاينين في لي كولور، حنا حدينا في هاد اللون هذا على حساب واحد الجلابه كما ذكرت، مي كاينين في لي كولور، في لون واغ ديالهم تيحمق بزاف بزاف. كذلك هاد لامونطغ هادي نشجعكم كاينه في اللوينات، كاين هنايا ممكن تاخدي هاد السنطه هادي تكون في الكحل، وهنا يكون ابيض ممكن تاخديها كلها كحله، المهم كاين فيها اللوينات تدرج ديال الالوان على حساب اللي بغيتو نتوما، ما بين القهوي وما بين هاد بحال هاد المطرد ولا هاد سميتو هنايا، وما بين الكحل، يعني انه على حسب نتوما شنو بغيتو. صافي هادو هما لي زارتيكل دابا اللي وصلوني. الساكتا هو كيما قلت لكم ان شاء الله ملي غادي نلبسو غادي نوريكم معايا اش لبستو، واخا هو راه كيما قلت لكم يجي مع كل شيء، يجيك مع الجين، يجيك مع دي زيسبا سبور، زعما يعني انه كاجوال كيما تنقولوا يلبس تلبس مع كل شيء. صافي هادو هما المشتريات ديالي. وبالنسبه للغدا حنا درنا هاد البطبوط هذا بحال ما هكا، تبارك الله شوف كيفاش منفوخ كيفاش تيجي. درت جوج مقلات باش دغيا طيب، وحده هنا وحده هنا. وغدانا هو الطاجين هذا بالحوت كواري، مخلط بحال ما هكا مع شويه ديال الرز بالسرديل كواري، تيجي رائع لذيذ لذيذ بزاف هاد الطويجين هذا. ناكلو الغدا تنتغداو بهاد البطبوط هكذايا، مرات نديرو داك الخبز ديال المقله، مرات نديرو كذلك داك الخبز ديال عادي اللي تيمشي للفران، المهم تنوعو. مي انا تيعجبني هذا غير هكذايا مع زيت الزيتون في العشيه، تيجي رائع بزاف، من المفضلات ديالي، تيجي مفروق من فوق.
وهنايا غادي نستمر اني في الطياب ديال هاد البطبوط هذا، وغادي نخليكم مع ماما اللي غادي توريكم الطريقه ديال الاحتفاظ بالفلفله مشويه في المجمد. بغيت نشارك معكم واحد الفلفله حمراء اللي دابا راها الوقيته ديالها هذه موجوده، نحاولوا باش نستغلوها، بعض المرات ما كتبقاش ما كتكونش، المهم دابا راها المهم حاضره دابا في هذا الوقت في الاسواق. المهم انا جبتها وشديتها غسلتها مزيان ومسحتها وشويتها، الا كان قاعد شويناها على الفاخر يكون احسن. والمهم شويناها وجدتها وخليتها بهاد العود ديالها وكلشي ليها، وسرحتها في هاد البلاطوات بحال ما هكا كنديرها في البلاطوات، وكندير عليها واحد السلوفان وكنديرها في المجمد كتبات فيه واحد الليله، ملي كتجمد وتقصاه كنجمعوها. لا غد ما كنديروها بلاستيكات فرديين، ما كنديروها في شي بواطات، المهم كنحافظوا عليها. نهار نبغيوها اي حاجه اي حاجه فيها الفلفله كنشدوها كنعيرها كنحيدوا لها القشيره، هنا كنمسحوها بحال ما هكا تحيد هذه القشره، ما نغسلوها ما والو، كتحيد هذه القشره وكنقطعوها نديروها في اي حاجه بغيناها اللي كنحتاجوا فيها الفلفله، اولا بغينا نعمروها عاوتاني كنعمروها بالروز ولا بالخضار ولا بهذا، كنحيدوا لها عير هذا العود من هنا بحال ما هكا العويد من هنا، وكنعمروها وتبقى هي تبقى في هذاك المذاق مع شويناها كتبقى في هذاك المذاق. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم، ونخليكم انا في امان الله على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم، ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه، وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم.